موجز إخباري من قناة السابعة أهلا بكم بداية أكد وزير التجارة كمال رزيق اليوم الخميس أن أزمة مادة زيت المائدة لا علاقة لها بالوفرة بقدر ما هي إشكالية مضاربة واحتكار محذرا من جهات اتهمها بمقاومة التغيير الإيجابي وبالنسبة لوفرة ذات المادة طمأن وزير التجارة بأن احتياطي كبير على مستوى المصانع الستة الموزعة على مستوى تراب الوطني مبرزا أن احتياط المادة الأولية قدر ب 94 ألف طن بإمكانها تغطية حاجيات الجزائريين من المادة إلى غاية نهاية شهر جوان وفي ذات الصدد انتقد رزيق سلوكات المواطن الذي يرضخ حسبه للإشاعات ويقتني المواد بضعف لغرض تخزينها معتبرا أن هذا العامل سيتسبب في استهلاك كمية الشهر في يوم واحد في خبر ثقافي أعلنت وزيرة الثقافة والفنون السيدة ملكة بن دودة اليوم الخميس عن دعم الوزارة لقطاعي الصناعة التقليدية والدبلوماسية الوطنية وجاء ذلك خلال افتتاح فعالية معرض منتجات الصناعة التقليدية الجزائرية تحت شعار الدبلوماسية في خدمة الصناعة التقليدية بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة وأكدت بن دودة أن قطاع الثقافة والفنون يثمن في هذا السياق الصناعات التقليديه باعتبارها وجها من وجوه الثقافه وخصوصيه جزائريه تمتد لتاريخ طويل ومن جانبه اكد واتنى وزير السياحه والصناعه التقليديه والعمل العائلي على المعروضات من منتجات ذات جوده عاليه واستعمالات مختلفه بحله عصريه تصميما وهندسه والوانا. كشف رئيس مجلس الامه صالح قجيل الى ان هناك بعض التعليقات والخطابات من الخارج عندما كانت الجزائر في مرحله انتقاليه واضاف قجيل خلال كلمه له أن ما يهمه في الانتخابات التشريعية هو الرجوع إلى الشعب واحترام إرادته بالإضافة إلى المحافظة على استقلالية القرار السياسي والضمان السلطة العليا للانتخابات وكشف في ذات سياق أن الوضع الذي نعيشه تاريخي وهناك من لا يرغب أن تكون ديمقراطية حقيقية بالبلاد. نهاية الموجز شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة.